هكذا تتواصل الأشواط في سن اللقاية الشوط السادس آخر أشواط. هجن أصحاب السمو الشيوخ ينطلق ليحمل الأبكار اللقاية المهجنات الأصايل في مسار الأربعة كيلومترات هنا على أرضية ميدان سيف العرب، وتسير المسيرة بهذا الأثار وبهذا الحماس القوي. الشاهينية تتقدم المشاركات لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها حمد بن راشد بن غدير. عفوا أذكر الأشواط للشيوخ ثمانية أشواط، نعم أن أيضا باقي شوطين من أشواط أصحاب السمو الشيوخ. شكرا أبو سحر على المعلومة الصحيحة، ثمانية أشواط الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من القبائل، وبعد الثمانية الأشواط أشواط أبناء القبائل للتصحيح. نعود إلى المركز الأول، والشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم تقود المشاركات، يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير، تليها بالمركز الثاني وتلاحقها في ثاني المراكز هذه مذيار لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، غانم بن مسفر بالقوبع يتولى عملية تضميرها، بينما المركز الثالث تأتي فيه الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يأتي علي الحاي هناك في عملية التضمير، بينما الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم تتقدم على رابع المراكز مع حمد بن راشد بن غدير، وكذلك الشاهينية على المركز الخامس في هذا المسار، والمركز السادس والسابع لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرهن الواثق حمد بن راشد بن غدير. الثامنة عندك يا سويدي، عندك يا سويدي، بنشوف رقمها محمد بن سلطان بن رشيد السويدي في المركز الثامن والتاسعة هناك، تدخلت في هذه اللحظات ووصلت اللي هي المزن لظافر بن مسعود الإحبابي، والمركز العاشر الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هذه العشر المراكز الأولى في مسار هذا الشوط وتحدياته في الشوط السادس، في الشوط السادس في صباح هذا اليوم وفي هذه الانطلاقات. لازلنا في أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ، لأذكر بها أنها ثمانية أشواط إن شاء الله سوف تنطلق، وبعد ذلك تنطلق أشواط أبناء القبائل في مسار هذا الصباح. أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ مفتوح فيها المجال لمن يرغب ويشارك من أبناء القبائل، وهذه أيضا كذلك أضافة جميلة على أرضية هذه الميادين الفرعية في المرموم في دبي، دانت الدنيا لأبناء القبائل بالمشاركة في هجن أصحاب السمو الشيوخ وتحدي الرياضة والأصالة في هذا التنافس. نسير عودتنا بعد أن أكملنا النداء للعشرة المراكز الأولى في هذا المسار، و تتقدم المشاركات مذيار لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم مع غانم بن مسفر بالقوبع، كذلك على المركز الأول الشاهينية، في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ويضمرها الواثق، وكذلك الشاهينية على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك المركز الرابع تقدمت في هذه اللحظات ووصلت هناك وجود تتقدم نعود إلى المركز الأول وإلى الانطلاق الأول. لا زالت اللي في المركز الأول مذيار لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، غانم بن مسفر بالقوبع، وتاتي جهاد على المركز الثاني، جهاد التنافس، جهاد الأصالة والتحدي هنا في ميدان سيف العرب. تاتي جهاد في هذا الانطلاق، وياتي حمد بن سيف بن عيف العامري في المركز الثاني يقدم
يقدم جهاد في هذه التحديات، بينما المركز الثالث منصورة لمحمد بن علي بن حمد اليحافي. واصل اليحافي، واصل اليحافي مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن جهاد غيرت إلى مقدمة الشوط، جهاد رقصت في الأمتار الأخيرة وحمد بن سيب بن نعيف، ولكن منصورة يا منصورة محمد بن علي بن حمد اليحافي وجهاد لازالت جهاد تجاهد من أجل الناموس، من أجل الفوز والانتصار حتى هذه اللحظات، ولكن منصورة 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 وجهاد، جهاد ومنصورة، الأوامر الأوامر الأخيرة، جهاد ومنصورة، منصورة وجهاد، اللحظات الأخيرة، ولكن جهاد انتزعت ناموس هذا الشوط. تهانينا مشاهدي الأعزاء لحمد بن سيف بن عيف العامري، منصورة في المركز الثاني، لمحمد بن علي بن حمد اليحافي الثالثة، لمذيار لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، والمركز الرابع المزن لظافر بن مسعود الحبابي. التوقيت الزمني 4 دقائق و15 ثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى.